السلام عليكم خوتي الاعزاء ومرحبا بكم في حلقه جديده. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوصلنا لكم مزيان. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الاعلام الكرغولي، الاعلام ديال الكرغله اللي هبلوا مساكن، الهضره دائما على المغرب، الهضره دائما على القجع. المهم خوتي الاعزاء ما غنطولش عليكم، غادي نخليكم نتوما اللي غتفرجوا وتحكموا وتعطيونا الاراء ديالكم في الخانه تاع التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي الاعزاء باللايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يشوفوا بزاف ديال المغاربه. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. فعن هذا الامر، عن هذه العقوبات التي لم تاتي، وعن هذه القرارات الصادرة على لجنة الانضباط، معنا يزيد وهيب الزميل الصحفي الرياضي. أستاذ يزيد وهيب، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادر، أهلا بك. طيب أهلا يزيد، مبدئيا نبدأ في قضية المنتخب المغربي. الكل كان ينتظر عقوبة، ولكن لجنة الانضباط قالت أن المغرب لم يشارك بسبب ظروف خارجة عن إرادته. تعليق اولي على هذه على هذا القرار سيدي يزيد وهيب. شوف قضاء هذا القرار هذايا ماهوش مفاجئ لي انا، ماهوش مفاجئ. ونقول لك كانت الكاف تقدر تاخذ قرارات اخرى اكثر قساوه من هذا القرار هذا، ما في حتى مشكل. علاه تقولي انت؟ علاه نجاوبك؟ قلت لك بسبب الضعف، بسبب الضعف تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. كانوا الناس طمعوا حاشاك، ورايحين ونظمنا الشان ورايحين والكاف وعرضناهم ونجا وقمنا بهم. ها النتيجه، هذه نتيجه اولى، مازال نتائج اخرين كيما هادو، قرارات اكثر قساوه من هذا القرار هذايا. السنة السنة التحكيم في الادوار المقبله في كاس افريقيا وفي التصفيات الاخرى، والصرا في مارس تاع العام اللي فات ما يتنساش. عند الطرف بعض بعض الاشخاص في الكاف، اليوم الكاف تقول في البيان تاعها البارح، صدرت البارح تقول باللي من بعد ما قراءه الملف هذاك وكذا من طرف لجنه الانضباط تاعهم، الجوري ديسيبلينار يشرف عليها حقوقي من جنوب افريقيا، تقولوا باللي ما صابوا حتى مبرر باش يعاقبوا الاتحاد المغربي. السبب هو انه الجزائر ما خلاتش الفريق تاعهم يجي يدخل ويشارك. هذا عندها اقل من اسبوعين بطل افريقيا للانديه جاء لعب مقابله هنا في الجزائر. هكذا جلعب مع شبيكة قبائل ووداد دار البيضاء. صحيح. وهذا وداد دار البيضاء ما جاش يمشي على كرعيه. صح. هكذا. صحيح. جا دخل البلاد هنا في طائرة. جاو من تونس كما داروا العام اللي فات. صحيح. والكاف تقرر تقول لا، ما كان حتى سبب لا مبرر باش نعاقبهم، لأن ما خلاهمش يدخلوا. يا أخي شوف هذا. في ظروف استثنائية. في ظروف استثنائية. يقول القانون، يقول كي لا كان طرحت قضية وما راهيش في القوانين تاعك أنت، القوانين تاعك ما ينصوش عليها. قولوا باللغة الأجنبية لي ريغلومون سون موي، في حاجة اللي ماهيش القانون ما راهش مبرمجها. يقول لك لازم تروح تسيب انت في كل الجهد تاعك باش تسيب الجواب للقضيه هذه في القوانين تاع الكونفدراليات، ولا في القانون تاع الاتحاد الدولي، ولا تاع الاتحاديات اللي منخرطه في القاره تاعك. انا ما نزيدش نقول لك كثر قضاء. صح. الى الاتحاديات تاعنا فيها الناس متمكنين، فيها الناس متمكنين، يروحوا يرفدوا هذيك المادة هذه تاع القانون، ويروحوا يجيبوا المثل، لأن صرا مثل كيما هذا في دورة قارية. في دورة قارية فريق وطني ما دخلش من بلاده، منعولو باش ياخذ كيما هكذا طائرة ويجي ويدخل. أيوا. دخل من بلد آخر وشارك في المنافسة وفاز عليها قادة. هذا المثل هذا يكفيك باش تلغي القرار تاع لجنه الانضباط تاع الكاف.
هذا في حالة إذا كان فيه ناس في الفاف يحملون هذا المثل ويطعنون في قرار اللا عقوبة. قضاء قضاء المسؤولية عندها واجبات صح، ما عندهاش غير التكريمات والشهرية مليحة وليسونس وطونوبيل وليبريمو يحوسوا قضاء. أنا قلت لك مادة في القوانين تاع كل اتحاديات في العالم. يعني يزيد نعم. تريد أن تقول بأن هذا الهروب ولا الإفلات من العقوبة اللي كانت منتظرة ليس سببها مثل ما نقرأ الآن قوة فوزي لقجع مثلا داخل الكاف، وإنما سببها ضعف الطرف الجزائري. بيان سير قادة. هذا شحال سنين وحنا نقولوا يا جماعة روحوا ديروا حطوا جزائري كفر في المكتب التنفيذي تاع الكاف، ما تستحقوش. لكن لا واحد ما يسمع. هنا يلعبوا، هنا جزائري مسؤول كي يلحق الاتحادية يطلب من الكاف يقصى الجزائريين اللي راهم في اللجنة هذوك لي كوميسيون بيرمانونت. هذه سيما عند المسؤولين تاع كرة القدم عندنا. واليوم هنا كون عندك انت اتحادية قوية متمكنة برجالها، واحد ما يصلكش واش هو يصرى، ما يصلكش من المستحيل. دوكا القضاء واش دار؟ قضى، شوف قضى، كانت باينة بلي راح الجزائر تتعاقب. علاه؟ غادات هذاك الافتتاح تاع الشان والخطاب تاع النزل تاع مونديلا والشرا، داروا الافتتاح بالجمعة. السبت العشية الكاف هنا من الجزائر صدرت بيان ونددت ودارت ابتزاز للجزائر هكذا، وزادت دارت معها الاتحاد الدولية قال واش صار هنا هذا الاخر حنا. ولكن لم تندد يزيد. نعم. هي علقت على ان هنالك خلط في السياسه مع الرياضه وسوف نعمل على التحقيق، لكن لم يكن هنالك كلمه لا تنديد ولا، لانه تعرف يزيد انه بعض وسائل الاعلام استعملت البيان وحرفت فيه وقالت بان الكاف نددت بادخال السياسه في الافتتاح. الكاف في بيانها عقب الافتتاح كان فقط ان هذا لا يجب واننا سوف ننظر في الحادثه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خوتي الاعزاء، كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف وسمحوا لنا لكم طولنا عليكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركتش معنا، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.